بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الفيزياء الذرية والجزيئية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل درسنا عن المواد الصلبة والإلكترونات في المواد الصلبة، وأخذنا المرة الماضية بأننا سندرس الفالنس إلكترونز في المواد الصلبة، الإلكترونات الحرة التي تجوب المادة الصلبة. وذكرنا أن هنالك two models بدائية هذه models، وأول موديل اللي تحدثنا عنه ورايحين نتحدث عنه هذا اليوم اللي هو Summerfield model، الذي يعتبر الإلكترونات على أساس أنها إلكترون غاز. وفي هذا الموديل احنا رايحين نهمل جميع القوى المتبادلة بين الإلكترونات أو جميع القوى التي تؤثر على هذه الإلكترونات. فذكرنا في Summerfield موديل أنه اعتبر هذه الإلكترونات هي عبارة عن particles fermions particles، وهي موجودة أو موضوعة داخل 3-dimensional potential well. 3-dimensional potential well، هذا potential well يعرف بالشكل التالي، وذكرنا المرة الماضية الحلول، حيث كان أهم نقطة هنا اللي هي عبارة عن الكي، والكي هاي ذكرنا بأنها عبارة عن الويف نمبر، والكي يمكن أن تكون متجهة فتسمى الويف فيكتور أو الويف بروباجيشن فيكتور، اللي هو متجه انتشار الموجة. فلذلك لما أجرينا حل لهذه معادلة شرودينجر وجدنا بأن الحلول هي عبارة عن ساين N sub X باي على LX، LX اللي هو طول هذا البئر على الـ X axis في X، وهكذا بالنسبة للـ Y، وهكذا نفس الحل بالنسبة للـ Z. ووجدنا بأن الطاقة تعطى بالعلاقة التالية، وأهم نقطة كانت هي عبارة عن أن الكي كمتجه، إذا أخذنا القيمة السكيلر أو القيمة القياسية لهذا المتجه تساوي 2 باي على لمدة اللي هي الويف نمبر، والكي هي متجه ذكرناها المرة الماضية تأخذ هذه القيم، وذكرنا بأنه الكي لها علاقة بالمومنتوم، وذلك من خلال الكومبتون إفكت، حيث أن اللينير مومنتوم يساوي H بار في K كمتجه، الآن يا جماعة Summerfield حاول أنه يحل هذه المسألة ضمن ما يسمى المومنتوم سبيس، فهو انتقل من الspatial coordinates التي تمثل بالX والY والZ، هذه إذا كانت كارتيزيان، أو R theta phi إذا كانت spherical، هاي spatial coordinates إحداثيات مكانية، انتقل من هذه الإحداثيات المكانية إلى إحداثيات زخمية أو فضاء الزخم، فضاء الزخم هذا يسمى بالK space. فالآن رسم Summerfield، لأنه التعامل في الكي سبيس مرات ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه مرات يكون أسهل من الاسباشال سبيس، فلذلك رسم هذه الرسم هذه الإحداثيات اللي هي إحداثيات الزخم أو الكي سبيس اللي هي تتميز بالكي سب إكس، كي سب واي، كي سب زي. وبما أن الكيز هنا عبارة عن قيم أكبر من صفر، فلذلك لن نستخدم جميع الفضاء، بل سنستخدم فقط ثمن الفضاء ثلاثي الأبعاد، ثمن فضاء الزخم ثلاثي الأبعاد فقط، الثمن الأول اللي هو الموجب، وسنترك باقي الأثمان. فلو جينا على هذه الرسمة، تمثل اللي هو عبارة عن تمثل ثلاث أبعاد، فلاحظوا الفضاء في الثلاث أبعاد يقسم إلى ثمان أقسام، هذا القسم الأول، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، السادس، السابع، والثامن بالخلف، فثمان أقسام. نحن نتحدث فقط عن القسم الموجب، لأنه الكي إكس كي واي كي زي هي عبارة عن كميات موجبة، فلن نستخدم جميع الفضاء، بل سنستخدم ثمن هذا الفضاء. الآن يا جماعة البلوك الواحد هنا، يمثل بالLX، كحجما في spatial coordinates، LY، LZ،
ال اكس ال واي ال زي، صح ولا لا؟ لكن هنا مومنتوم سبيس. فلذلك each state or each block or state، نسميها state أو block، اللي هي تحتوي على هذا على الإلكترونات in this grid. وهذا الstate يا جماعة أو هذا البلوك لا يمكن إنه يحتوي على أكثر من إلكترونات اثنين، لا يمكن إنه يحتوي على أكثر من إلكترونات اثنين. ما السبب؟ السبب أن هذه الإلكترونات هي عبارة عن فيرميون بارتيكلز، فيرميون بارتيكل، والفيرميون بارتيكلز هي subject to Pauli exclusion principle. فلا يمكن إني أضع أكثر من جسيمة فيرميون واحدة identical fermions، أكثر من جسيمة identical fermion في one state. طيب أنا كيف وضعت two electrons؟ لأنه هذول two electrons يمكن إني أفرق بينهما عن طريق spin، فراح واحد يكون spin up spin down، الثاني spin down. فلذلك أستطيع أني أضع جسيمات اثنين، لأنه هذول الجسيمات يمكن أن يكونوا distinguishable، متميزات عن بعضها بعضا، spin up spin down. فلذلك في الone state أو الone block، تخيل أنه هذه هي block، لكن هذا block في فضاء الزخم أو الk space. فلذلك لا أستطيع أني أضع فيها أكثر من two electrons، واحد spin up واحد spin down. لو كان لو لم يوجد الspin أو كان spin لهما صفر، وهي عبارة طبعا صفر لا يمكن، إذا كان الspin لهما متشابه لا يمكن إني أضع أكثر من واحد، لا يمكن. لكن الspin هنا أنقذنا بحيث استطعنا أن نضع إلكترونات اثنين، واحد spin up واحد spin down، فلذلك هذه الجسيمات أصبحت متمايزة عن بعضها بعض. لكن لا أستطيع أني أضع جسيمة ثالثة أو إلكترون ثالث، لأنه يا إما يكون spin up يا إما يكون spin down. فلذلك spin up ما يجتمعوا. الآن each state in this grid، كل state في هذه الشبكة occupies a volume. ما هو حجمه في بوحدات الزخم، حجمه بوحدات الزخم أو حجمه في فضاء الزخم، اللي هي عبارة عن هذه البلوك في فضاء الزخم هي عبارة عن kx ky kz. ليش؟ لأنه هاي عبارة عن إيش؟ عبارة عن متوازي مستطيلات. هاي kx ضرب ky ضرب الارتفاع kz، فتعطينا الحجم. الآن هذا الحجم يا جماعة، لو رجعنا إلى تعريف الكي بشكل عام هي عبارة عن n باي على l، kx nx باي على lx. فلذلك إذا رجعنا عرفناها، هاي تطلع باي n باي، أو لأنه البلوك واحدة راح تكون ال n تساوي واحد، راح تكون تساوي واحد في هذه الحالة، فراح تكون باي على lx باي على ly باي على lz. فلما نضربهم بعض تطلع باي تكعيب على l sub x l sub y l sub z. أرجع أنها تكون مفهومة. فإذا هذا هو فضاء الزخم، هذا حجم one block or one block اللي تمثل one state اللي ما أقدر أحط فيها أكثر من two electron. هاي أرجع أن تكون مفهومة، والتي تساوي باي تكعيب على l sub x l sub y l sub z، والتي تساوي باي تكعيب على الفوليوم. هذا هو عبارة عن spatial volume، lx في ly في lz هاي عبارة عن spatial volume اللي هو حجم بئر الجهد ثلاثي الأبعاد. الآن suppose each spatial volume اللي هي v تساوي lx l sub y l sub z contains هذا حجم بئر الجهد. هذا البئر الجهد يحتوي على كم يا جماعة؟ يحتوي على n atoms، يحتوي على عدد من الذرات اللي هي عددها عبارة عن n. وكل ذرة تحتوي على q free electrons، تحتوي على q من الإلكترونات الحرة. فمثلا لو ذكرنا أنه الذرات هي عبارة عن ذرات الألمنيوم، الألمنيوم في عنده 3 valence electrons،
فلذلك عدد الذرات اللي هي عبارة عن الـ N، عبارة عن الـ N. والكيو شو تساوي؟ الكيو تساوي 3، لأن كل ذرة تحتوي على 3 valence electrons، 3 valence electrons. أرجو أن تكون واضحة. لو كانت الذرات هي عبارة عن الصوديوم، الصوديوم يحتوي على إلكترون واحد حر اللي هو valence electron، 1 single valence electron. فلذلك راح تكون الـ N هي عبارة عن عدد الذرات في بئر الجهد، الكيو هي عبارة عن واحد في هذه الحالة، في هذه الحالة واحد. طبعا الـ N يا جماعة عدد عدد الذرات هاي راح تكون بدلالة أفوغادروز نمبر، أفوغادروز نمبر اللي هو عبارة عن 6 فاصلة كذا كذا ضرب 10 قوة أعتقد 23 ذرة في المول الواحد وهكذا، فعدد كبير جدا هذا راح يكون. الآن يا جماعة electrons are identical fermions، وهذه اللي ذكرناها هنا، ذكرناها هنا identical fermion، so only two of them can occupy any given state of the volume. طبعا الفوليوم اللي هي باي تكعيب اوفر في، الفوليوم في فضاء الزخم، انتبهوا الفوليوم في فضاء الزخم. فكل ستيت، كل ستيت اللي حجمه باي تكعيب في فضاء الزخم طبعا على في يحتوي على الكترونات اثنين فقط، واحد سبين اب واحد سبين داون. هاي يجب انها تكون مفهومه. ليش تو؟ لانه واحد سبين اب واحد سبين داون، اكثر من اثنين لا، لانه راح يكون في واحد سبين اب سبين اب او سبين داون سبين داون، لا يمكن انه يجتمع عن سبين داون سبين داون مع بعض مع بعضها بعضا. فلذلك في هذا الفضاء، في هذا الحجم من في الكي سبيس، كل وحده او كل بلوك يحتوي على 2 الكترون. الان سبوز ذا مومنتوم سفير ان كي سبيس، لنفترض انه هذه الذرات تحتل عبارة عن كرة في الكي سبيس، والراديوس لها عبارة عن كي سب اف، كابيتال اف الراديوس لهذه الكرة. طبعا احنا كرة في فضاء الزخم التي تحتوي على الذرات، صحيح اننا رسمناها على شكل كارتيزان كوردينيت، لكن يمكن ان نفترضها على شكل كرة ايضا، نتعامل مع احداثيات كروية. فالان يا جماعة so the volume occupied by number هنا لازم تكون number of pairs by number of pairs of the electrons. الان لنفترض انه الذرات موزعة في فضاء الزخم على ايش؟ على في الاحداثيات الكروية في كرة، في كرة، ونصف قطر هذه الكرة التي تحتوي جميع الذرات هو عبارة عن كي اف. طبعا كي اف اللي هو زخم او الويف فيكتور، تعبر عن الزخم. فلذلك الراديوس هو كي اف، كي صب اف. الان والاف هاي جاي من كلمة فيرمي، ترى جاي من كلمة فيرمي، هسه نتعرف عليها ان شاء الله بعد قليل. الان يا جماعة عدد ازواج الالكترونات، عدد ازواج الالكترونات التي يمكن ان توجد في هذا الفضاء، عدد ازواج الالكترونات، احنا قديش قلنا يمكن ان نحصل على الكترون حر، عدد الذرات ضرب كيو اللي هو عدد الالكترونات الحرة لكل ذرة. فلذلك ان ضرب كيو شو تساوي؟ تساوي عدد الالكترونات الحرة. طبعا هذه الالكترونات الحرة شو بدي اعمل فيها؟ بدي اوزعها على شكل ازواج، فلذلك اني اقسمها على ايش؟ اقسمها على اثنين. لنفترض عدد الذرات الالومنيوم، عدد ذرات الالومنيوم هي عبارة عن 10 ذرات، والالومنيوم يحتوي على 3 الكترونات حرة، فنقول 10 ضرب 3 في عندي 30 الكترون حر، فيلانس الكترون. الان هذه الالكترونات بدي اقسمها على شكل ازواج، كم يطلع عندي زوج؟ 30 تقسيم 2 يطلع عندي 15 زوج. فاذا 15 زوج
15 زوج، كل زوج شو يحتاج؟ شو يحتاج حجم من فضاء الزخم؟ كل زوج يحتاج باي تكعيب على في، هاي فضاء الزخم لون بلوك، وان بلوك اور وان ستيت. لاحظين يا جماعة؟ فإذا 15 زوج ضرب حجم الوان ستيت الذي يحتوي على زوج، فتطلع عندي هاي حجم ايش؟ حجم الفضاء كامل الذي يحتوي على هذه الالكترونات، صح ولا لا؟ فعندي 15 زوج من الالكترونات. لنفترض حجم البلوك كل واحد، لنفترض حجم البلوك كل واحد هو عبارة عن مثلا 2، فنقول 15 ضرب 2 شو تساوي؟ تساوي 30 وحدة زخم تكعيب، وحدة زخم تكعيب إذا كان حجم البلوك مثلا 2. فلذلك هاي 15 ضرب 2 اللي تساوي 30 من وحدات الزخم تكعيب، هاي تساوي كامل الفضاء الذي يحتوي على الإلكترونات الحرة. طيب احنا افترضنا انه هذه الالكترونات مو موزعة على سفير، لكن هذه السفير يا جماعة، هذا السفير وين راح تكون؟ راح تكون فقط في الثمن الموجب، يعني بمعنى اخر راح اكون فقط اتعامل مع ثمن كرة. طيب ما هو حجم ثمن الكرة هذا اللي يحتوي على الالكترونات؟ هيا 1/8 من حجم كرة الزخم. كرة الزخم حجمها 4/3 زي الحجم الكرة في الإحداثيات، في الإحداثيات المكانية اللي هو 3/4 باي آر تكعيب، لكن هنا 3/4 باي في نصف قطر الزخم، كرة الزخم اللي هي كي صب اف تكعيب، هي فرضناها هنا. فإذا هذا هو الحجم، فساوينا عدد الأزواج ضرب حجم الوحدة الواحدة أو الوان ستيت، والتي تساوي ثمن كرة الزخم التي تحتوي على هذه المفروضة التي تحتوي على هذه الذرات أو هذه الإلكترونة. إذن من هذه العلاقة يا جماعة نستطيع أن نخرج أو نستطيع أن نحسب الكي إف. فالكي اف حاولوا ان نحسبوها عندكم، يعني حاولوا ان نشتغلوها. الكي اف شو راح تطلع؟ راح تطلع لانه هنا كي اف تكعيب. لاحظوا يا جماعة 2/8 ظلت منها 4، 4/4 راحت، شو ظل عندك؟ ظل عندك 3 انقلها الى الجهة الاخرى، واقسموا على باي، بدل ما هي باي تكعيب اصبحت باي تربيع، مزبوط ولا لا؟ الان كيو عدد الإلكترونات الحرة على V بدي أسميه كثافة الإلكترونات الحرة اللي هو density of valence electron or free electrons، بدي أسميها رو. فلذلك الKF راح تأخذ الجذر الثالث لرو في باي تربيع، بهذه الطريقة. فلذلك راح تكون 3 رو باي تربيع للقوة ثلث اللي هي الجذر الثالث، حيث رو هي عبارة عن N Q على V is the free electron density. هل ممكن أجيبها في ضمن سؤال؟ ممكن أجيبها ضمن سؤال، لأنه أسئلتنا إذا كانت مادتنا أونلاين، امتحاننا أونلاين، راح تكون سؤال خفيف فيحسب بسهولة. إذن the number of free electrons per unit volume، هاي معناها، هاي density. الآن يا جماعة the boundary separating occupied and unoccupied state in K space is called Fermi surface. شو معناها هاي؟ الآن خلينا أنتقل للصورة التي تليها. تخيلوا هاي ثمن كرة، تخيلينها يا جماعة، ثمن الكرة. هذا الجزء، هذا الجزء، خلينا نقول الجزء المظلل، حتى هو فوق الجزء المظلل، هذه القشرة، شايفينها
القشرة التي تغلف الكرة، قشرة الكرة. هذه قشرة الكرة شو تفصل؟ تفصل ما بين الستيت اللي تكون occupied يعني مشغولة بالإلكترونات، والستيت اللي هي خارج القشرة، وهذه الستيت لا تكون مشغولة بالإلكترونات، empty فاضية، empty فاضية. فإذا هذه القشرة، تفصل ما بين occupied space by free electrons and unoccupied unoccupied space by the free electrons، يعني غير مملوء بالإلكترونات أو غير محتل بالإلكترونات. فإذا the boundary separating، اللي هو الحاجز الذي يفصل separating occupied and unoccupied states، الذي يفصل بين الأوضاع المشغولة بالإلكترونات الحرة وغير المشغولة، in the K space is called Fermi surface. فهذا يسمى Fermi surface. هذا ممكن أجيب لكم إياه كتعريف صح وخطأ في الامتحان. الآن the corresponding energy is called Fermi energy. الآن شو معنى ذلك؟ corresponding energy اللي هي الطاقة، الطاقة التي تمتلكها الإلكترونات الموجودة على الفيرمي سيرفس، corresponding energy اللي هي تابعة للفيرمي سيرفس عند إيش؟ عند نصف القطر KF، نصف القطر في فضاء الزخم في الكي سبيس. هذه الطاقة شو تسمى؟ الفيرمي energy. والفيرمي انرجي في هذه الحالة شو تساوي؟ لو أخذناها من من السابق، من هنا الانرجي شو تساوي؟ H بار تربيع K تربيع على 2M. فلذلك تذكروها، H بار تربيع، في K تربيع على 2M. لكن الK هنا ما لها؟ عند ايش؟ عند سطح فيرمي اللي هي KF، هذه عند سطح فيرمي، والتي تساوي H بار تربيع على 2M. الKF ذكرناها هنا اللي هي عبارة عن 3 رو في باي تربيع الكل تربيع على 3، اللي هي 2 على 3 قوة 2 على 3، لأنه هاي تربيع وهاي قوة ثلث، فتطلع 2 على 3. أرجو أن تكون واضحة هاي. فهذه طاقة الجسيمات عند الفيرمي سيرفس. الآن يا جماعة، إذا بدنا نحسب، كامل الطاقة المختزنة ضمن هذه الإلكترونات الموجودة ضمن هذا هذه المادة الصلبة، جميع أو كامل الطاقة، شو رايحين نعمل؟ يا جماعة بدنا نقسم هذا الأوكتانت أو سفير أوكتانت ثمن هذه الكرة. لاحظوا يا جماعة، خلينا نأخذ هنا قشرة، من 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 هذا السطح، قشرة كروية في الثمن الأول، هذه القشرة، سماكتها دي كي، فالآن لو أخذنا قشرة سماكتها دي كي، هذه القشرة سوف تحصر كمية من الستيتس مقدارها اللي هي 1/8 في 4 باي كي تربيع دي كي. منين جبناها هاي؟ هاي جبناها من هنا يا جماعة. فالآن أنا عندي عندي الحجم كامل، هذا هو الحجم كامل هنا، انسى انه KF، فلو اخذت حجم عند الراديوس K بدون KF، عند الراديوس K، فشو راح يطلع الحجم؟ 1/8 في 4/3 باي K تكعيب، هذا الحجم. لو اخذت قشرة سماكتها دي كي، شو راح يكون حجمها؟ راح يكون حجمها طبعا هنا 4/8 شو راح تطلع؟ 2، فراح تطلع يا جماعة عبارة عن 1/2
واحد على اثنين في اشتقوا هذه العلاقة لما نأخذ قشرة فتطلع نصف في واحد على ثلاث باي كي تكعيب. خلينا نشتق هذه العلاقة عشان أخذ القشرة، فراح تطلع مشتقة الكي تكعيب هي عبارة عن ثلاث، ثلاثة مع ثلاث راحت فتطلع كي تربيع دي كي، وهذه هي هذه هي هي عبارة عن نصف في باي كي تربيع دي كي. هاي قشرة، قشرة سماكتها سماكتها دي كي ونصف قطرها كي، نصف قطرها كي. فإذا هذه هي القشرة، هذه القشرة يا جماعة، هذه القشرة، هذا هو حجم القشرة. هذه القشرة قديش راح تحتوي على الإلكترونات؟ قديش نمبر قديش تحتوي على إلكترون أو قديش تحتوي على ستيت؟ مو كل إلكترون له ستيت، ستيت مختلفة. الستيت المومنتوم ستيت أو سبيشال ستيت غير مختلفات، لكن شو اللي يجعل اللي هو الديسكريبشن مختلف؟ اللي هو السبين، واحد سبين اب واحد سبين داون. فعدد الالكترونات الموجوده هي عباره عن 2 الكترون في كل ستيت، 2 الكترون في كل ستيت ضرب الشيل فوليوم حجم القشره على حجم حجم الستيت الوحده او البلوك الوحده، البلوك الوحده. فالان هاي عدد الالكترونات هي عباره عن 2 ضرب حجم القشرة، حجم القشرة ما احنا نقول حجم القشرة على حجم الخلية الواحدة يطلع عندي عدد الستيتس، مظبوط ولا لا؟ فلو كان حجم مثلا الكرة، لو كان حجم الكرة مثلا 50، حجم الكرة 50 وحجم حجم الستيت الواحد او البلوك الواحد الذي يحتوي على ستيت واحد حجمه مثلا 5، فشو نقول؟ نقول عبارة عن 50 × 5 وتساوي 10. فإذا أنا عندي 10 ستيت، 10 ستيت، العشرة ستيت كل ستيت يحتوي على 2 إلكترون، فنقول 2 × 10 20 إلكترون عندي. فالآن هاي نفس العملية، 2 إلكترون، أرجو أن تكون واضحة، 2 إلكترون لكل ستيت، أنا قاعد أبحث عن total number of electrons ضرب الشيل فوليوم اللي هو حجم القشرة على حجم الستيت الواحدة أو البلوك الواحد، وتساوي حجم هاي 2 عدد الإلكترونات بين الكيرلي بارنثيسز، هاي عبارة عن حجم حجم القشرة على حجم الخلية الواحدة أو الستيت الواحد اللي هو باي تكعيب على في. لما تضع هذا ترتب المعادلة راح تطلع في على باي تربيع في كي تربيع دي كي، هاي عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات. الآن الآن يا جماعة each of these state carries an energy، يحمل طاقة، كل state كل state يحمل طاقة، مقدار هذه الطاقة يا جماعة هي عبارة عن باي تربيع كي تربيع على 2m، على 2m. so الآن دي اي اللي هو مجموع الطاقات الموجودة ضمن هذه القشرة، ضمن هذه القشرة الآن تساوي اللي هي مجموع اللي هو مجموع الطاقات ضمن هذه القشرة، شو تساوي؟ تساوي عدد الإلكترونات ضرب طاقة الإلكترون الواحد. عدد الإلكترونات كم يا جماعة؟ عدد الإلكترونات هي عبارة عن هيها في في باي تربيع على باي تربيع كي تربيع دي كي، هيها عدد الإلكترونات طاقة الإلكترون الواحد في كل ستيت، هيها من هنا H بار تربيع K تربيع على 2M، هيها. فهاي راح تعطينا DE. DE ليش DE؟ لأنه هاي كمية الطاقة التي تمتلكها الإلكترونات ضمن هذه القشرة، ضمن هذه القشرة. اضربوا الكميات بعضها في بعض، في أشياء مثلا K تربيع في K تربيع تطلع K قوة 4، هاي H تربيع، هاي V، هاي 2 باي تربيع في M، رتبنا الحدود فطلعت K قوة 4 دي K. الآن التوتال انرجي صارت سهلة، التوتال انرجي بدي أكامل على الدي إي، الدي إي من صفر إلى إي توتال، من صفر إلى إي توتال، فراح تطلع إي توتال. فأنا أكامل هنا على الكي قوة 4 دي كي،
طيب منين تروح الكي؟ تروح من صفر الى كي اف. كي اف اللي هو نصف قطر فيرمي سيرفس، هذا السيرفس الذي يفصل ما بين الاوكوبايد ستيتس اند ان اوكوبايد ستيت. فالان انا اكامل من صفر الى كي اف على كي قوة 4 دي كي، لما نكاملها تطلع كي قوة 5 على 5 على 5، في عندك 2 2 في 5 طلعت 10، فطلعت هذه عبارة عن كامل الطاقة. إذا بدي أكتبها بدلالة الـ NQ عدد الـ عدد الأتومز في في الـ في عدد الفالنس إلكترون، فأحول فقط ما أكتب بدلالة الـ KF أكتب بدلالتها اللي هي العلاقة من هنا من هنا، حيث الرو هي عبارة عن NQ على V NQ على V، فراح تطلع العلاقة، أرجو أنه تشتغلوها، راح تطلع العلاقة عبارة عن H تربيع قوس 3 باي تربيع NQ قوة 5 على 3 على 10 باي تربيع M في V قوة ناقص 2 على 3. كيف صارت قوة ناقص 2 على 3؟ لاحظوا يا جماعة أنا عندي هنا V بالبسط والكي اف تحتوي على في، تحتوي على في، لكن هاي راح تطلع في قوة كم؟ 5 على 2، لما ترفعها تطلع قوة ناقص 5 على 2 في في اللي هي في قوة 1 راح تطلع 10 في قوة ناقص 2 على 3. الآن this quantum mechanics or this quantum mechanical energy، هاي quantum mechanical energy، هاي طاقة حسبناها بواسطة الميكانيكا الكمية، وهذه الطاقة، هذه الطاقة تلعب دور شبيه جدا شبيه جدا بالانترنال ثيرمال انرجي يو. اذا اخذت ثيرمو داينامكس او الستاتيستيكال ميكانيكس، طبعا راحين تكونوا ماخذين الثيرمو داينامكس قبل لا تأخذ الستاتيستيكال ميكانيكس، فهاي تشبه الانترنال ثيرمال انرجي، شبيهة لها في حالة الغاز العادي، الغاز العادي، لكن احنا نتحدث عن غاز الكترونة. ففي الغاز العادي في عندك انترنال ثيرمال انرجي، ما الذي يشبهها في غاز الالكترونات؟ يشبهها الاي توتال، الاي توتال. الان يا جماعه من ايضا الثيرمودينامكس، من التشابه مع الثيرمودينامكس، لانه احنا نتحدث عن غاز الكترونات، وهنا وفي الثيرمودينامكس يتحدثوا عن غاز عادي. فالدي دبليو، دي دبليو اللي هو مشتقه الورك تساوي بي اللي هو البريشر في مشتقه او مفاضلة الفوليوم، مفاضلة الفوليوم. الآن الورك هي تشبه الاي توتال، الاي توتال. الآن البي هو البريشر والدي في. الآن لو اشتقينا الدي اي بالنسبة للفوليوم، لاحظوا هاي كلها ثوابت، شو المتغير ممكن يكون؟ الفوليوم. فلو اشتقيناها بالنسبة للفوليوم، بدي اترك لكم اياها، راح تطلع هذه العلاقة قوة ناقص 5 على 3 dV، والتي تساوي ناقص 2 على 3، هاي كلها عبارة عن E total في dV over V، لأنه هاي عبارة عن V قوة ناقص 1 في V قوة ناقص 2 على 3. أخذنا 2 على 3 للداخل، يظل عندك V قوة ناقص 1 نزلت تحت في المقام في dV. الآن لاحظوا يا جماعة، 2 على 3 E total على V شو تمثل؟ تمثل البريشر، بغض النظر عن الإشارة، لأنه دائما مشتقة الورك تعطي إشارة سالب. فالآن هذا البريشر يسمى الكوانتم بريشر، والذي يعطى بالعلاقة 2 على 3 E total على V اللي هي كامل طاقة الإلكترونات ضمن هذه المادة الصلبة، كامل طاقة الإلكترونات. والآن لاحظوا خلصنا من مسمى فضاء الزخم وفضاء الزخم،
أنا أحسب الإي توتال للإلكترونات، والإي توتال تحسب من هذه العلاقة، هل لها دخل بالزخم؟ ما لها دخل بالزخم، لكن لماذا استخدمنا فضاء الزخم؟ لأنه يعطي يعني لأنه يعالج المسألة بسهولة أكثر بكثير من معالجتها في الفضاء المكاني. فلذلك الإي توتال هاي ممكن أجيب لكم إياها سؤال تحسب الإي توتال. لاحظوا انه تعتمد على كل كميات معروفه الN والQ، وطبعا الN عن طريق الافوغادروز نمبر اور نمبر اوف الكترونز بير مول، احنا نعرف نتعامل مرات مع المولات. الان الV اللي هو حجم هذه الماده الصلبه، وهكذا الان اصبح هذا هو عباره عن البريشر. هذا البريشر شو اهميته؟ لماذا احنا نحسب حسبنا هذا البريشر مقارنة مع الثيرموداينامكس؟ هذا البريشر يعطي بارشل انسر، إجابة جزئية للسؤال التالي، إنه why a cold solid object doesn't simply collapse؟ لماذا المادة المبردة، مبردة إلى درجات كلفن منخفضة جدا، يعني 1 كلفن، 2 كلفن، 3 كلفن، أو 1 بالعشرة كلفن، 3 بالعشرة كلفن، هذه المادة المبردة إلى هذا الوضع، لماذا لا ما يصير لها كولابس، اللي هو أنه انكماش، تنكمش على بعضها بعضا، كولابس؟ السبب في ذلك أنه هنالك بريشر لهذه الإلكترونات. طبعا بغض النظر عن قوة التنافر بين الإلكترونات، صحيح أن هنالك قوة تنافر بين هذه الإلكترونات أيضا تساعد على عدم الانكماش والتلاشي، أن في pressure internal pressure or quantum pressure، وهذا يعمل على الحفاظ على الستابيليتي للمادة الصلبة من الكولابسينج or اللي هو التلاشي والانكماش على بعضها بعضا، فلذلك تحافظ على قوامها لوجود قوة تنافر بين الإلكترونات ولوجود ما يسمى الكوانتم بريشر أو الانترنال بريشر. هذا الكوانتم بريشر يسمى عادة ديجنرسي بريشر، يسمى ديجنرسي بريشر. هذا بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية ودمتم بخير.